بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم تنتكلموا على المقبرة ديال الشهداء، المقبرة اللي مدفونين فيها الشهداء ومدفونين فيها الأبطال ومدفونين فيها الشخصيات بحال عبد الله إبراهيم. القبر ديالو كيدير وتشوف العدد ديال المقاومين والقبر ديالهم. إلا بغيتي تزور شي واحد خصك تطلع فوق القبورة باش تزور. وقراعي ديال المحيا وقراعي ديال الروج، راه هادي ماشي حالة. هادي فين هاد العامل ديال عين السبح؟ فين هاد الوكيل رئيس الوكالة الحضرية؟ هادشي راه ماشي معقول. راه فين الاحترام ديال الحرمات ديال الأموات؟ راه هادي ماشي حالة. هادي راه اللهم هذا منكر. واش الموتى ما تحترموش؟ راه هادشي ما هادي لا حالة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وها الأبطال مدفونين؟ مدفونين الأبطال، الزرقطوني، بقي بصري، عاديات ديال الناس تاريخيين في الأخر. ما هادي ماشي حالة. هادي ماشي حالة، ماشي حالة. وننادي السيد والي جهاد الدار البيضاء، ونادي رئيس الجامعة عين سبع، وسيد عمالة عين سبع، وسيد عمدة الدار البيضاء. فين هاد الإنعاش؟ فين هاد الشيء؟ راه ماشي حالة. هادي راه حالة الله. هادي راه خصنا نشوفوا هاد الاحترام ديال الأموات واحترام ديال هاد الناس. ماشي حنا تنديروا اليوم بغيتي تطلع فوق الشاشه كبرت خصك تطلع فوق القبور الاخرين. راه ماشي هذا. في احترام الحرمات. قال لك لا تحسب الذي قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. راه هذه ماشي حاله. راه ننادي الديوان الملكي وننادي صاحب الجلاله يشوف هاد المقبره ديال اللي كانت شهداء ولات مزباله. مزبالة. وخصنا نشوفوا هاد الحالة هادي. وخصنا نشوفوا راه بعض الناس تيجيو باش يزوروا والديهم. على الأقل وخا تكون غير نص ساعة، علاش المقبرة ديال الرحمة محلولة؟ علاش المقبرة ديال الهلبات محلولة؟ إلا المقبرة ديال هادي وهادي راه دينها مزبالة وشادينها. لا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يلا السلام عليكم ورحمة الله. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.